السلام عليكم. وضعت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن البليدة حدا لنشاط امرأة متزوجة تدعى سالومي تنشط ضمن عصابة خطيرة متكونة من زوجها المنتحل لصفة وكيل الجمهورية وشرطي آخر، حيث يقومون باستدراج الضحايا من الطبقات المرموقة إلى المنزل، وأثناء الوضعيات المخلة بالحياة يتهجم شركاء عليهم وادعاء أنهم تم ضبطهم متلبسين بالخيانة الزوجية لينفذوا مخططهم بالضغط عليهم بسلبهم أموالا طائلة. حيثيات القضية واستنادا لبعض المصادر تعود إلى قيام الزوجين بالتخطيط برفقة صديقهما الشرطي لكيفية جني أموال طائلة بطريقة سهلة، حيث قام المشتبه فيها الرئيسي بإقحام زوجته لاستدراج الزبائن من طبقات مرموقة في الدولة وكذا رجال أعمال بالتعرف عليهم، وكل مرة تدعي أنها مطلقة ولها أولاد وليس لها مدخول لتستعطف ضحاياها وتقوم باستدراجهم إلى المنزل وسط مدينة البليدة. وبعد عدة شكاوي تم القبض على المتهمين الثلاثة وتقديمهم للعدالة.